حركة تنقل واقع ما شهدته معارك تحرير الأرض من الإرهاب والتكفيريين. صحيح أنها لعبة إلكترونية، لكنها تحمل الكثير من الرسائل المعرفية الخفية والمبطنة. هي إيران التي تشن عليها حروب على مختلف الصعد، تواجهها اليوم بتحد مماثل كما نشاهد هنا. فتلك الحرب الناعمة التي يشنها خصومها عبر وسائل عديدة تهدف إلى كي الوعي وطمس الحقائق، ها هي بالسلاح ذاته تكشف زيف ما يدعون. بموازاة الحرب الميدانية، إيران تواجه بالحرب الناعمة أيضا، أي الإلكترونية، لتوصل رسائلها إلى العالم وإلى أعدائها عبر الألعاب الإلكترونية. دول الاستكبار تنتج أفلاما عن أبطال وهميين كسبايدر مان وباتمان، ولكن نحن أبطالنا حقيقيون في إيران والمنطقة. نحن ننتج ألعابا إلكترونية لنؤكد مواجهتنا للظلم ولدول الاستكبار، وإننا ندافع عن جيراننا وأهلنا. المحتوى ومضمون الرسالة ونشر الثقافة عوامل أساسية في الألعاب الإلكترونية. نحن ننافس الإنتاجات العالمية، وتعد الألعاب الإلكترونية الرابعة اقتصاديا، وتوفر الكثير من الأرباح وفرص العمل. تترجم إنتاجاتنا إلى لغات عديدة منها العبرية لتعرف إسرائيل قدرتنا وخطتنا في المنطقة. وقد ركز أعداؤنا على نقطة يعتبرونها خطرا عليهم، وهي عدم وصولنا إلى التقنيات النووية وألعاب إلكترونية، ولكن تقنياتنا هي الأولى عالميا. بسنتر رف طهران، الميادين.